حضورنا إلى دار البيضاء لنلقي محاضرة عن الصحافة العراقية بعد 2003. فنقلنا نظرة سريعة في هذا المجال للإخوة في المملكة المغربية المتمثلة بالمعهد العالي للصحافة والاتصال، وكذلك طرقنا إلى العلاقات العراقية المغربية القديمة والمكينة في كافة الأصعدة، وشرحنا بعض النقاط المهمة والبارزة في الأحداث الجارية، وكذلك في الساحة السياسية العراقية والعربية والدولية، وتطرقنا أيضا إلى قانون التنظيم الصحافي في العراق، كذلك الدستور الذي أقره الشعب العراقي سنة 2005 والذي يتمثل في مواد الدستور 144 مادة، المادة 38 التي يتطرق إلى حرية التعبير والرأي، وكذلك حرية النشر، وكذلك إلى حرية التظاهر. هذه الأمور تساعد الصحفيين العراقيين لإبداء رأيهم وانتقاد الإدارة الحكومية وفي حدود المهن الصحفية الشريفة، والمداخلات اللي الكلمات التي داروها الأساتذة في المعهد تبرهن على مدى عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين. هنالك ملفات كثيرة نحاول أن نتقدم فيها من جانبين، اتفاقيات، علاقات، زيارات، إن شاء الله يكون بادرة خير وازدهار الشعب الشقيق.